واثق الخطوة يمشي ملكا. حكاية روت ذات يوم لأحمد واستمع لها بانبهار حتى تجسدت شخصيته في بطلها وسارت خطواته نحو الهدف. كنت وأنا صغير بدأت التجارة يعني عامة لما كان عمري 11 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. كانت دائما والدتي تحكيني عن سيدي أبوها أنه كيف كان تاجر وكيف كان يبيع وكيف كان يشتري. وكانت القصة في حاجة واحدة، أنه يشتري بريال ويبيع بريالين. أصغر رجل أعمال في المملكة، هكذا سجل أحمد في قائمة رجال الأعمال لدى الغرفة التجارية بمكة، وكانت بداية حكايته شنطة سفر. كانت دائما والدتي تعطيني دروس التجارة كده، المدري إيه، أبدأ أسوي أفعل. فكنت تقريبا سادسة ابتدائي وعدتني والدتي لو أني تخرجت بدرجة ممتازة ممكن تعمل لي مشروع. والدتي يعني نفذت وعدها، اشترت لي شنطة سفر. شنطة السفر هذه طبعا رحت أنا معاها نشتري حلويات وألعاب. الحلويات والألعاب هذه في شنطة نبيعها في إطار العائلة. تدرج في التجارة إلى أن أخذه الانتماء لهذه البقعة الطاهرة إلى مشروع صنع في مكة. مشروع صنع في مكة يعتبر مهم روافد الاقتصاد المكي، فحبين أنه كهدية جبنا هدية، طيب نبي نحط فيها اللمسات خاصة. اللمسات الخاصة هذه أنه تكون صنع في مكة بتصاميم خاصة تليق بمكة وبمستوى اسم مكة. الصعوبات دائما ما تعتري طريق النجاح، والعبرة في تخطي هذه العقبات من خلال الإصرار للوصول وتحقيق التوازن العلمي والمهني مهم إن لم يكن في غاية الأهمية. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى الحلم والطموح ارتبطوا بدراستي. لازم أنه أنجح في دراستي، هذا كان شرط والدي، لازم أنجح في دراستي عشان أسوي مشروع. فأنا كان أصرف في ذاك الوقت أنه لا، أنا لازم أسوي مشروع. وبفضل الله سبحانه وتعالى أنا ما أقول أنه ما سمعت كلمة والدي، بالعكس أنا سمعت كلمة والدتي أني كملت دراستي وفي نفس الوقت زي ما تقول قارنتها بعمل مشروع. إبراهيم أقرب صديق لأحمد ومن المؤازرين له، نظرة ثاقبة من تاجرين صغيري السن لمستقبل صناعة الهدايا وجميع ما يخص الحجيجة بالتعاون مع الأسر المنتجة لتكن ذكرى راسخة في أذهان ضيوف الرحمن. بدأنا نفك مجال التجارة مع بعض، صرنا نسأل بعض وكذا ونحاول نساعد بعض. بعد كده حاولت أكلم بابا وكذا، وأنا يعني كنت أولى ثانوي وكلمت الوالد الله يطول في عمره وفتحنا الحمد لله الشركة مع بعض. ورفيقي أحمد من أنا أشوفه في نظري يعني من أنجح التجار إن شاء الله يطلع مستقبلا. بهو في إحدى القصور الحجازية حيث اختلطت الحداثة والأصالة بالفخامة، وتراث ينبثق من عبق الماضي من خلال دقة تفاصيل الحاضر. برنامج مساء الوطن مع حلواني الإخبارية، مكة المكرمة.